أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بأكاديمية الشرطة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة. وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة. حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.